للمزيد معنا عبر الهاتف من تونس الدكتور عامر الجريدي الخبير البيئي. دكتور عامر أهلا بحضرتك. سلام وتحية، صباح الخير. صباح الخير. يعني كلنا متابعين أن العالم في الأونة الأخيرة بدأ حراك، الكل بدأ ينتفض، الكل بدأ يتخذ خطوات ربما بعد أن أصابته نصيب من التغيرات المناخية التي تسببها الكوكب في العقود الأخيرة من ارتفاع لدرجات الحرارة. كيف ترى هذه التحركات وهذه الخطوات وتأثيرها بالفعل على أرض الواقع في تقليل الاحتباس الحراري وما يترتب عليه من كوارث طبيعية؟ حقيقة هذه خطوة صغيرة، أقول صغيرة، إيجابية في الاتجاه صحيح، في الاتجاه المرجو، لأنه الخطر أصبح دائما على العالم، أصبح جاذبا، أصبح حقيقة ملموسة نراها ماثلة بين عيوننا. لكن ليس فقط الخطر، هذا الخطر لوحده هو الذي وجه المجموعة الدولية نحو هذا القرار، بل كذلك الحرب الأوكرانية في أوروبا التي معناها دقت نقود القطر امتداد بالطاقة بالنسبة للدول الغربية، تجعلها تفكر في البدائل وإطار مجابهة التغيرات المناخية والقمم الأممية. طبعا هو مجال سانح وأداة وقناة سانحة للسير نحو مزيد تشديد العقوبات او تجريم المخالفات المناخيه. نعم، يعني احنا بنتحدث ان الامم المتحده يعني بتجد ان قرار تاريخي وصفته بالتاريخي بيطلب من محكمه العدل الدوليه ابداء رايها بشان واجبات الدول في مجال مكافحه الاحتباس الحراري. هل هذا يعني هذا الوصف يستدعي يعني فكره ان مجرد ان معرفه أو نص الواجبات على الدول فيما يتعلق بواجبها نحو الاحتباس الحراري كافي أن يوصف بأنه التاريخي من قبل الأمم المتحدة؟ هو قرار تاريخي باعتبار أنه هناك دول ليس لها مصلحة حاليا، دول ملوثة، دول مصنعة كبرى ليس لها مصلحة في التحول معناها في وقت سريع من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة، لذلك يعتبر تاريخي وهو ليس ملزما، هو معناها يعطي يطلب ويعطي يفوض بمحكمة العدل الدولية بإبداء الرأي، لكن يعني إبداء الرأي هو رأي محكمة لاهاي زي ما المؤسسات وكالات التقييم السيادية، الترقيم السيادي المالي عندها وزن معنوي ليس إبداني. يعني إذا قالت إذا كان رأي المحكمة أن الدولة الفلانية لم تقم بواجبها ذلك ليس حكم، ولكن له تأثير معنوي على الحكومات على الحكومة المعنية، وبالتالي هذه خطوة نسبية، هي خطوة إيجابية على مستوى الرأي العام، على مستوى المعاملات الدبلوماسية بصفة عامة، لأنه المعاملات الكل التجارية والاقتصادية هي معاملات سياسية في الأساس باعتبار عندها اثر ايجابي او سلبي على البيئه بمفهومها الاجتماعي والاقتصادي والايكولوجي اي المجال. نعم، يعني تابعنا في القب 27 اللي استضافته مصر تحديدا مدينه شرم الشيخ، كان هناك مشاركه دوليه كبيره جدا من اكبر دول العالم وخاصه المعنيه بفكره الاحتباس الحراري، وكانت خدت عنوان ليها هو الالتزام بالتعهدات. الى اي مدى حضرتك شايف التحرك الدولي بعد هذه القمه بالفعل لتقليل درجه حراره الكوكب الارض الى 1.5 درجه؟ هي معنى قمة شرم الشيخ هي سلسلة من القمم أصبحت سنوية، كانت قمم عشرية بيئية أصبحت قمم بالأساس مناخية مع قمم حول التغير البيولوجي، لكن المشكل المناخي تصدر معناها الاهتمامات وتصدر المشغل البيئي العالمي باعتباره هو نتيجة لجملة من المشاكل البيئية ليس فقط ثاني أكسيد الكربون والإفرازات الجوية فقط. وبالتالي معناها قمة شرم الشيخ هي تأتي بسلسلة من القمم فيها تعهدات، التعهدات هي في الحقيقة ليست ملزمة بمعناها بالتمام والكمال، لأن القمم هذه هي مناسبات دبلوماسية، معناها هي دبلوماسية بالامتياز، يعني هي
فرص للمفاوضه وتضعيف القنوات للمفاوضه بين الدول الغنيه والفقيره. نعم. والغنيه فيما بينها. يبدو ان الكوارث الطبيعيه هي ستكون الملزم لهذه الدول ان تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بتقليل الاحتباس الحراري. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عامر الجريدي الخبير البيئي، كنت معنا من تونس.